أريد فسخ العقد وكتابة تقرير والعودة إلى روسيا. أنا لا أهتم بهذا المال، لأن هذه الكذبة متعبة بالفعل. أصلي هنا، قرأت الكتاب المقدس هنا. أنت سخيف جدا، رفضت الفرقة 76 ورفضت الفرقة 98. تدهور الروح المعنوية ورفض المشاركة في المعركة. تسجل المخابرات الأوكرانية وجهاز الأمن بشكل متزايد مثل هذه الحقائق في اعتراض المحادثات بين أفراد الجيش الروسي وأقاربهم. عدد كبير من القتلى والجرحى، وكذلك تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة الغربية أصبح هاجسا لدى الروس، ومعه أصبح الأمر أكثر صعوبة، وخاصة تجديد العدو صفوفه في الخطوط الأمامية. التعبئة الجزئية ممكنة، ويمكن أن يحدث هذا على ما يبدو الخريف القادم، ولكن من أجل هذا من الضروري مرة أخرى وفقا لتشريعاتهم الروسية غير التقليدية تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الحدودية المتاخمة لأوكرانيا مباشرة. سيكون هذا كافيا للدعوة إلى تعبئة عسكرية جزئية حتى الآن على مدار العامين المقبلين على الأقل، أو حتى لثلاث سنوات. من المستحيل إعلان التعبئة العامة في عموم روسيا لسبب بسيط، وهو عدم القدرة على تزويد القوات بأنواع الأسلحة المناسبة. الكذب من جانب القيادة الروسية لا يلهم الروس لخوض الحرب، فوفقا لبوتين لا يشارك المجندون فيما يسمى بالعمليات الخاصة، لكن في الواقع حتى أولئك البحار الذين نجوا على متن طراد موسكو بعد أن أغرقه الجيش الأوكراني يخططون لإعادتهم إلى خط المواجهة وفق تصريحات أقارب الجنود التي نشرتها وسائل الإعلام. عدد الأشخاص الراغبين في توقيع عقود مع القوات المسلحة الروسية يتناقص أكثر فأكثر، وقد انتهى الموعد في 15 يونيو، لكنهم قاموا بتمديده من أجل استدعاء العدد اللازل من العسكريين للخدمة. وكما أفهم فإنه سيتم الضغط عليهم الآن لتوقيع عقود من أجل إرسالهم لاحقا إلى أوكرانيا ضمن العمليات العسكرية الروسية. لكن الخبراء يقولون إن حتى التعبئة السرية التي قام بها الكرملين لم تسفر عن النتائج المتوقعة. الترويج للانتصارات من خلال البرامج التلفزيونية التي تقول إنه لا يوجد حرب وإنه لا توجد خسائر أو أن هناك 3000 قتيل فقط. بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة، من المستحيل العثور على قريب لشخص قتل جراء المعارك. وهنا رجل روسي يركض على أريكا يستمع لأخبار النصر من فم الجنرال كوناشنيكوف، ثم يتلقى استدعاء ويأتي إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري ويقولون له: هل تريد الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الخاصة؟ فيصدم ويقول: ولما ذلك؟ ألسنا نحقق العديد من الانتصارات؟ لكن الخبراء على يقين من أن أولئك الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي الأوكرانية سوف يقعون بالتأكيد في أيدي العدالة الدولية. سجل جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم وفقا للخبراء الأوكرانيين والدوليين. وقد أنشأ مكتب المدعي العام الأمريكي مجموعة خاصة في أوكرانيا سيرأسها إيلي روزنباوم، وهو موظف في وزارة العدل يدعى صياد النازيين. لن ينتهي العدوان الروسي بالمعنى الواسع والتاريخي ضد أوكرانيا إلا بعد صدور حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين وعصاباته الفاشية بشأن حقيقة التخطيط وإطلاق العداني لشن حرب عدوانية ضد أوكرانيا ودخوله حيز التنفيذ.